يرديا يرديا هاي علمي قوايفتين هذا ما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي ونالت لغو حوكس دو لغو اذيقتاي وعين كجرنا يفصل قشرت في الجد والمواظبة والهمة مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لغو أقعذاي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا يفصل قشرت في الجد والمواظبة والهمة لذلك دائما يهمني سرين ويا شقوبك طالب العلم جاهي وحشاكنا وقصوا أدلي وحيالها وهسيا وأفوين كعلميا أما طالب العلم أما طالب العلم يكوي ماذا كم ذا وحيا له كذا شان يا وحيا له مرجع وحاي كذا لنا يين أيه ورا سيم بعية قف جمر كه جوين يجي مرجع وعلى الشيخ وسواه هذا يقول يقلل البلغمة بلغم كي يحبك هل كلام تايو يريا ويزيد الحفظة حفظك أيقى بشدنا وكرنيا والفصاحة فصاحة يعرف فرناندنا وكرنيا فإنه سنة سنية سنة الرئيس ويجيب ويزيد وعقرنيا في ثواب الصلاة صلاة ثوابك هذا وكرنيا وقراءة القرآن هي قرآنك أخرين تيسا قرآنك أخرين تيسا ثوابك تيسا وكرنيا عن صوت المان عذيج يوحي لحدي ذوين صوت المان جودهان مرجع قرآن كثوابك يسوق خريابويه حديث بيهق يا باشلسينو درس يعني نقدم يا باين صوت المان ميني أويرين أبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسواك يعني واحد لازم دا سواك يا عذيج ومظهرة للفم أفقى مطاهرين يا ربي مدرى لجرين يا ملايذ كفر حين يا ويزيد في الحسنات حسنات كان ويزيد الحسنات ورجال كان وكرنيا أذر كلا أيها الجراء ومركة علي بن أبي طالب السجن اللقوريني ابن ماجه وصاصة ريوسنة جيس ضعيف يهي إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك أفقينو إيا أفقينو وحو يهي القرآن كوضع إواكين لقوا آخر أيو سومر أيو كسو بحيي وحاكونا جيسان وكود جيسان مركا سواقي عضي وعلي وكذلك القيء منطق يقلل بلغم بلغم كأيو يرأي أيو يحبك ودو صوتر يويك صبع ساب والرطوبات وطريق تقليل الأكل طريق يوضد عمتان لقو يرأي وأتأمل فيرسي في منافع قلة الأكل عنيد يريد هذا منافع دا إلا دا حين وقفك تأمل يوم فيرس وقصة ميوم وهي أيضنا صحة وعافماد والعبة دور صانم والإيثار يقورد إياوين وعدك كلمركة وحقوره أو حضره مركة ويصدع فيه وعولا يا شيخ وطريق تقليل الأكل طريق إياه وضد عنتظى لقو يرأيه وإلا وحنا صوت الأبي حدي عنتظى لبضيه إنه مركا بيه إنه بضان أيام إنه مركا بلغم كي رضوات كأي بضان أيام هل كان مركا وهسي يدال إيا مركا كسل وكأيمان أي حفظي وحق وشحوه مركا هو طريق تقليل الأكل وأتأمل إن له في رصده وأد أغاتوديس ويديسو في منافع قلة الأكل عن تيارضة منافع ذا يوحترك إلا ضحي
دهنا يستجيب أي نوش وعر وهي منافع ذا عن تيرد يا عن تضع ليسكير يا إلا ذهيم الصحة وعافمات عافمات أي ذهر يسام لأنه حنون ذا بديود عن تبدنا أنت أي كي ما دل نبي جن صلى الله عليه وسلم وكره يعني بن آدم وحو بوحية وحو شرع عروشيسة حدين لك مارمان وحونا يو صدح قيب عروشيسة وقيب وقيب راشنك يا قيب شرابك يا قيب نفضة حوقو ترقل برقى عظيمات بوكيرا يا يو وحيارها وقوة وين بشار ربضان صوم كيدا لقهلو وحا كمدا عظيمات ايا كمدا صوم تصعو أثر بابكو صاروري ولو مركا لضعيف يوم وانا واحد ما عنده لو قاضي ولا تجربيه او حتى عددك اعداء الاسلام يهود مركا اي بارين او اي قاضين بشهر رمضان ايدك المسلمين دي اي سوميان اي عنتدي اي اسكي رينا يعني فايدوني في رمضان عف مدن احرام والعفة ودور صوني وقبل مركا حاران دي وكدور صدو كايمان ايسي عنت بدنان دا ويا عدنا مدان دي شهوية قوغبي كين ايسا قوغي ندوة تلمع سيائي فجوري يحمان أيو مركا لسي قرية قوية حتى عمتدى بدنا دي حلالي يحاران مدنبا وكرأيج ما أيو مركا عفانا مركا وكرية عمتا يرانتي والإيثار إيا إيثار إيا أقورد ومركا أقورو ودكي كلا مركا وحكسيو وكسة قضيسو حديك لوحرية ديغني وحبي مديرو وحوي وحول بيسايا مركا دم كسينيا وقد غيل وحا ليلي فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام وعلي فعار عيبي وحوي ثم عار هدنا عيبي وحوي ثم إن دا كذب عار هدنا عيبي وحوي شقاء المرء قبقوا كقول دا الرئيسة قبقوا شقي أهل النار كنغضا من أجل الطعام طعام يرهش درتي وعشاق لا يهي وقيل وحل ليل وشعرها لقو يلي لقو عاية يمرقى عنت بضنانتا وحل ليل فعار عيب وحيتهي ثم عار ثم عار يعني وحوي عيب لما انتاد عيب وحيتهي انت اكدو ادنا عيب وحيتهي انت اكدو ادنا عيب وحيتهي معنى عيب لما يستلين وحوي الشقاء المرئي قفق ومرقى الشق كن نقضى وأهل النار كن نقضى مدقول در رئيسي كن نقضى من أجل طعام رهاشين درادي لأنه رهاشيكي مرقو بدصدو وحي كان يسا وحسي بدن ومرقى وطاعاتك يا عبادتي وكواسدي وحبرشدي يا خيرك وحي كان يسا مرقى إنه مرقى الشهودي يا همدي كباطو تاسين وحي كان يسا مرقى إنه فجور يا معاصي حمان إنه كل عيي كان يسايو دي مرقو ضاعات يوحي ونكسنانا كقو حمان دي معصية دينا مرقا كلعو دي الشقي مرقا أهل النار أيون نقر إياه. وعن النبي عليه الصلاة والسلام وحل قوري أنه قال إنه يريم ثلاثة صدح يبغضهم الله إله يبغضهم الله إله يبغضهم إياه من غير جرم ذنب لآن الأكول عروينها والبخيل إياك بخيلك والمتكبر إياك إسكبرية وحشاق لا يهي هل قبوحينا وشاق يا حديث وطيرنا يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كسق ناضي وحن لا يهي وحن النبي صلى الله عليه وسلم كسق ناضي وويني صدح إلهي أي أوعر وذد بلآن أيقوا أن مرجع الدم بسبعين بايلة هاي وعروضة الأكل مدوحة ويا واقع عرك وين عروينها ويا مرجع وحبد يقينه وحولبا على وش كل ده والبخيل من دواك بخيل كاه ده وحي واجبات كأي وحي هيد مرجع حق الله قلها إنه بحيو كابحيو أيوي والمتكبر إياك إسكبرية حديثك إسقوا صدنا يعني لما هيو ودواوين ذا مركا حديثا لقو قرى النبي صلى الله عليه وسلم لقو ما هيو لكن لبدي كير لو وأي وحكد ويهين أي صوء أروري حديث كان طبراني باكو ورين أيا
معجم الأوسد كيسا وعلي ثلاثة يبغضهم الله صدح إلهي يا وعروضا مريك كذاب قوم مركا مدحا أو يعني أمضو صرية أو بين آلاء بين بضناء إذا واحد قال لي بيسابة شرين أيها هدر بين آليه وعائل المستكبر من مسكين وهدر يسكبرين إياه وغني بخيل إيام من غنيه بخيلة صدح ذا سائل هاي وعروضا حديث قال لبدي سوى حديث ضعيف ويهيب لكن لفظ الأكول أيضا مال نبا حديث أيضا كما يسأرورين إسيارها كري أرمها كري أيما يمرق حديث وأي تلمانتا بخيل كاية متكبر كاية بغر كاية بينارها أيو كوا كري أيما يمرق أي تلمان يقف عائلك مستقبل لكن أيضا أكول أحاديث مال نبا كما يسأرورين ولي حديث قال من غير جرم وحن كبرك متكبرك يواك النبي صلى الله عليه وسلم يتشنذا ما قال أيوه من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر يعني وحا أغير كبر قبي قلبي وقشرته يعني يتشنذا ما قال أيوه مركز الله رنكر أدن بلان 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 وعرون يدن بلان تاليك أيوه مركز كتشر بخيل كاد يسونا واجباتك نقولها مركز يسونا ضيعي كسو بحواي يسونا الدن بلان 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 كتشر بخيل وحيرا حديثك مركز ضعيفين أيها أيها كم نطعي ثلاثة يبغضهم الله تعالى وعرض من غير جرم الأكول كعروينها والبخيل والمتكبر يكايس كبرية وتأملوا إياه فيرسي أما وتأملوا فيرسو في مضار كثرة الأكل أنت بضنان ذا لباتوين كي لا ذهي وهي الأمراض واحن نيال وكلالة طبعي هي طبعي قفقة أو مركا يسقنا دال وكي ما دوه أو وحسدو قيل وحل إلى البطنة على البوحندو تذهب وحي تكسيسا الفطنة فهنكي أي تكسيسا مركز على شبو حسو فهنكي بمركز الباب كي فهنك أي كاحل إصاب والتأملي هذا دون دوسا صياد ونكرتا يو هل كاهر أياد مركز وعذبك ريو وطريق تقليل الأكل وأتأملو وفيرسي في مضار كثرة الأكل لباتوين قائل هذا عن تبضرانتي والله فيرصده أيها وحيالها عن تدلقوا يريك كمدا محامرها كدشة وهي الأمراض وحوية وحنو نذي حنو نفر بذنبا عن تدي مركا كدلي عن تبضرانتي ما أنت دي وحوية عن تبضرانتي هي مركا وحوال بلع ونه وحوال بلعبو انت صحنون با ما أنت كدشي وحا كدشي مركا يعني معان با كذا شيء أو بيرسوك با كذا شيء وحيال بربض با كذا شيء إن ده ذلك بديه هذا مساكين تا أيجي وبتكون طوان وكمان عام لكن هذا ذلك مركع حولها هري الدنيا ذا لنا أول بيسكنيجي ما أنت قرح ما يكمل يان بس سير عادي سير رينت من الله صوب الإنسان أما يعني وحن مريح لهين وأن معان لهين وأن صوبك لهين وحن لو حلي هاي سيدي مركع ذلك لو صاريا isii bay oran yaro taasira waxay ka tibi waxa weeye waa markii hore ayaa wax walba caloosha lagu riday markii caloosha wax walba lagu riday ee suug laga buuxiyay ee sunbad laga buuxiyay ee milix laga buuxiyay ayay markaa dhig kar keentay oo ay macaan keentay oo ay markaa xanuun oo dhan keentay markii dambana wixii bay la wada culoobo ayaa ka dhashay markaa weeye amraadu wakalalatu dabci iyo dabci qabqa oo deedaala dabciigii isna markaa yara waadaalayaayo inuu markaa aqoonti iyo waxbarashadii raadsado ayada uu ka daalayo uu ka wasanayaa waqila waxa la yiri markaa xikmahan albitnatu arosh oo laga buuxiyo raashinku tudhibul fitna waxay tagsiisaa fahanki oo qofgu haduu dhargo de waxba taalan maayo waxba akhrisan maayo soo jeedi maayo uu jeefsan waa uu seexan dabeytana fahanki سيداس أيو كي تغيي وحوكي وحا لغا شاقي عن جالينوس نيكا جالينوس لو نكتري أنه قال إنولي الرمان بحلق الرمان كالليل هذا نفع كله لما عندي ووضا النفع والسمك كلهم كنا أما ما لا يكون الضرر كله لما عندي ووضا النب وقليل السمك هذا نكالون كيندي سير
أيا خير مكفي عن من كثرة الرمان، الرمان في رمضان حدنا خلون ير أيا كفي عن بلي. وحال كان هذا لو كسر قورين أيا شيخ ولا أيا يحكي عن تارينوس، تارينوس وحال إن اخترى فيلسوفا حكيم أو يوناني أم جريج مرها كسر شيء أيو أها لين مركا جاه لو بقرة مركا أيتو ذا جاه وين كله أيو أها بلاد يدل كنا مركا أنت وقاري كريي وضم مري عرب ترى إن فربضا أيام مؤلفات ولحاية وشم بقول لقوت المامين يقال أيان أيو عسكدين لكن هذا مؤلفات كاشن دا بقرة وحكسو حري ونحد الهلا وصدحيو سديتا نقاسي وحا ومركا هذا الشيء هي مركي ميلادي تاريخ ميلادي وهي هيد بقول لما تري يسقال وحارون انتي لبادي بقول أما بقول سيار يسقاشن كي أيون انتي شاري موس مركا وانيكا وحبدا با مركا حقا طيبي جيو لغا صغاتا لكن وحيا لبادان ودي حل لغال لشيكي مركي أقوان دي لغوصي حرام مري وحوهي دي وحبدا وانسيدي أحيين ومركا سراء لغو وافقين أيها الجراب مرجع حكي عن جارينوس واحد لقى شيء أنه قالوا لي الرمان نفع كله رمانكم قالت كيانا مرجع رمانك الله يرى هذا ملها عصعصي مرجع هسا يقول شراني ونفع دمانتي ووحيالها لقوها بغسيه حتى دير كيسا سري هدير للشيدو وحيالا نفع فربضان بيقول ليها مرجع قدتك عشابتك ودوية أي مرجع كل شيء نوع على شيء وحيالا بذمو مرجع فايدويهن والسماء وكلمه للضرر كله لما عندي وضع ضرر يدبولي تامر قال لكم هو فصنا ما أنت دي كلهم قال يا ملاي قاعد لون يرجر يا يو هاي هنا بكم عص أمر قال كم حولها يو واحد عن السجع أيها كيف يعنو كنفع يو واحتر بدن وقارين السماء يقول لكن يدي السماء جاء إنه نري وضع دب إن ير إن أتكلم تا خير وكخير بدن من كثير رومان رومان جاء إنه نري يعني لما عندي وضع نفع شيء وذا النفع جها هدية أدبض سطو يسور النبات أيون نقريا شيء حما هداد يا رئيس تأيا كرون شيء وانا يسمر كائن كبر كتو علوش مر كائن كبر حستو مر كلون يعني كلون جي وذا نبتة وكل شيء جي أيا كيف يعند كلها هي رمان جي وذا نفع جها غير فربت سطو أيا كيف يعند مر كمعنى هذا وحوي إن عن تذا هذه الحال لا يرئيسه أيون بوت المام يدير قليل وفيه وحك لوكسوان أيضا مرة بدأ إتلاف المال ده مالك يحوله هل ينتو ذي والأكل عريد فوق الشبع درك هرتي لقعنا ضرر محض وضرر إياد لبمركا صوعا ويستحب به العقاب عقابا يانكم مدنيا في الدار الآخرة دار آخر عقابكم مدنيا والأكول كعرك ويني بخي بغيض في القلوب قلوب تمركا ميد لقن عبيحي ويب وحو الشيخ لا يحي وفيها أيضا انت بدناندي وحك لو كسوغا أي وحو لا يحي إتلاف المال دي مالك إتلافين دي سي بابين دي سي إلا عندنا انفراء بدنا يلعون إياه دي العقبة كوبا حيسا دب إيا كرين يا هول يا قرش با كوبا حيا بركة إتلاف المال يعني وحك جرادد وحي هران با هاشن قلية أمر هير ولي قد بقى وح كنا كفكرينه وح يهلان بدم قليون ولي قد مركا هر مر مجاران حنون يد باتنا كم بحان مركا وح لا يهاي وفيه أيضا إتلاف الماء ده مالك بابين دي سوى كسر عن تبضنانتي وح كلوري والأكل فوق الشبعي عند قف جود ركسن مركاس وحونه درك كركين وح كونا ضرر محض وضرر يد بات مركا صاعوا أبنا احترام ويجيب شركة أيوه فسادين يا قفقي حنون أيوه كري ديار وانا دي وحلوغي هاي أثر باكرا أي صنع غليان ولكن معنى هان صحيح لكن حديثهان آن أصغنين إنو مرقى إلي إنا لا نأكل حتى نجوع وإذا كلا لا نشبع يعني وحنا هيقولوا نبي صلى الله عليه وسلم يلو ترين يا لكي حديثهان وصغنا لكن معنى هان وحوة ناكسن أذو وحمعنا إلى أن قاتلنا هدي أن وحنون عنده وريسننا مد رجنا إيوانك كعلا وأنا عنده ما عند سائقي ما كل هذا هاي ما هون يا ترى هذا مركا وقرأ دوا لقى مارمان
وقدد والله مارمان قارب عواف دحبر قدي دحجلية وإلى هذا حد مرك الشراب يو حوجي باللوب بهي حدنا قددي باللوب بهي حدنا عشدي باللوب بهي ما هي يعني وحلق مارمانا وإنا ندعو تعون أذون قاتشونين مرك عن طوبة هطوت قاتش ودي قاتش بقبطه وإنا عنتها وليوم ما راح دستنا إيدك خلاص سمعي أنا نقصد حدا وجبدوه ووين مين كل دايوس كسو كين جارة دي هدينا شقيني ولا صعوني اللي بوما يرحتين انتي بدني دوا الله فديا لكن مرا وحن يريانا اللي سيعون عنا ايونا يسكسع الصعودة اي مركا مالو نونو مركا افقو حلا سيعود بو مرا تاسابا انا يتينا كرون مركا مركا وقفو قاتشوضاني وحنو مركا وعنتدي بلابانا دي اينا ارو مركا ورانيني كعية حدبا اما ميلا مريو محرييه انو مركا يساقو عنتدي دوني يوسي معانتاي انو مركا ككعو وانو مركا علوش بوحنين ولجن فوق السبع ضرر المحضم ويستحق به العقاب في الدار الآخرة دارت آخرنا دي عقاب يكون مضانيا هذا مركع عروش السيدة أو سوب الحيو دي واتين تلمانين واجباتك عبادة دينا مركع دي كاقوا أيو حمانية مركع فجور نين وقال أيو حديث قراء أيها الشراء مركع وإمام الترمذي ابن ماتشهيو أي ورين أيان ولو مركع أسأل ضعيفي iyo soo sheekh albani marka isagu xujeeyo yani xadiis iyo xogeynayo waxa uu leeyahay nin baa nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa ayuu ku daacay rasuul uu ku waana jushaak wariyow daacada laga daacada cadalad markaa uu daacayso naga daan fayna atwalakum ju'an yawmal qiyamati aktsar min shab'an fi dar ad-dunya maalinta qiyaamaha waxa idin ku gaajo dheer oo idin ku gaajo badanaya kam adduunyada idin ku dhiriga badan kaydi ku dareeg ma laal gis wuxuu noqonaya marada qiyaama inuu kugu gaajada badan inuu noqdo marka waa la akulu qofka akulka ee cirka weynin baqidun mid marka la nacbiyahay weeyo fil qulubi qulubta dadka mid la nacbiyahay weeyo lama jecla ilmahaaga hata haduu yahay ka marka wax walba damka siinaya yaani jeclaan maysid hada adigu casuumi mayso ugu yeeli maysid yaani casuumadii cunta hata ugu yeeli maysido de marka meeshala يعني واسك حد مركا تامر يا مركبو يعني وحا ويا واقف مركا للنعب هي وي نبا وحا لين دواد و خو راعه سواد لوو ييري ايوني دكتور بان كو سودايو وريبا مركا امتهدكي غير خدو بلد وان دولانيا مركا لوو سوفرا نغو سو نوقني بيد انغ هنا سو مريني بيل كلا قبو حدي سينا متهدكي خدي يحي وطريق تقليل الاكل هذا طريق يا ودد عنتدا لوو يرينيا ان ياكل وين وعرو الأطعمة الدسمة أطعمة مركة دوحدة له إنه عنوي ويقدم وينه الرئيس في الأكل حق عنيدة الألطفة كفضد ولا أشهى إياك مركة النبض أي مركة أتشع الشهي ولا يأكل وإذا نعني أمو ولا يأكل مع الجيعان كوقع جيسا مركة اللعن مايو إلا إذا كان له غرض صحيح غرض يوجد صحيح إنه كل يهين وينه في كثرة الأكل عند بطن ذا بأن يتغوى به وين دوحه قيسري على الصيام والصلاة يولع مغري شاقة أعمال مركاء ذي وللموافقة وللموافقة للضيف يوافق مركاء ومرتي وافقه فله ذلك كان مركاء وليه وعوشا أبو لارين كانوا ينعوشوا أيضا لبدأ ذمه مهدي التي شابيه وعلي وطريق تقليل الأكل وضضع انتظى لقو يريه وهو أن يأكل الأطعمة الدسمة إنه عنا مركا عنتدى مركا الدوحدة له لأنه حداد مركا إميكا دي أهل بخوكرا حداد مركا ميلا هاير برورتا إياه وحلاقات مركا مركا ودى دميصو وهو مركا بويكو قد إيقايصا يو دابا تنوحي كليك هاتشو تشريسا لكن حداد مركا حقا فضوضات كالصواب بلوضو يعني مركا دوات تنوحيكو قد إيقايصا مركا الأطعمة الدسمة ايو وليبا وحا كروري ويقدم وحا ونأكسن إنه الرئيسي في الأجل حاكمني ألا الضفة كفضد والأشاء يكاي مركا نبدو سيتش عشاي وعقوليه وين إنه حقا مع معاندا لقبل عبا إنه وين مكبريس بين مكبر عبا إنه مركا سيئة باسمه سيئة حدنا هلم كي كعيسين إنه مركا دبيتنا لبدا أدهل كاجو جيسو إذ حدنا الشراب كي حدنا أدكو سيدة جيسو ayun ba hadana macmacaanay yar yar iyo wax yar yar oo goor ay kugu siibteen ba aanad garanaynin
ayaa haddana ku xigsiinaysa intina waa kugu siibanaysa day kiciya marka ku xigeysa waba hebra wad marka soo farxalnay seena tiraado bal gacanta ay qabo ayaa marka kugu xigeysa laakiin hadii macmacaan kaba laga bilaabo iyo waxa yar laga bilaabo marka horeysa marka day aad baruurti iyo hilibki aad xudho hadhowta marka way ka joogsanayaan bariiskii wixii kale marka way iska ka joojinayaan laakiin haddaad marka sidaad aad ku bilowdo wixii marka fudaa way wixii aad ka maray way ka joogsanayaan hadii kale wixiiba way kugu wada siibanayaan ولا ياكل مع الجيعان كو جايسنا مركا واين انو لا قرين دد جايسنا مركا دي حقا مركا بها كسو مركا بو دي كسو مغن غريو واين اد مركا واخ لا قنين يعني واين اد سكيل على صدق جايس الا هدي كان ادنا ونو جايس كدي عباد ونو يسايو مركا ادنا وخي واد كو تغيان مركا الا اذا كان لو غرض صحيح هل كا ولد فوق شوي ضرر محض هل كا سي اسلنا هذا الكنيكي هيو urida marka dhareg korkii marka wax la cuno ama yaani fowqa shabaq qof isoo dhareegsan inuu markaas wax cunaa waa darar mahdun laakiin idaa kaan loo qaradun sahih hadii ujeedo sahiha uu leeyahay dharaga marka uu si yar ziyadinayo iyo dharaga korkiisa wax ku cunayo ayada de arinta uu leeyahay oo waa maxay إلا إذا كان لو غرضه صحيح إنه جيد صحيح إنه كله يهمه في كثرة الأكل أنت بضنانتا بأن يتغوى به وحوقه كي سنة نريد مركا درجة خسر رئيسا على الصيام وصوم يا يو مركا سولا وحوقه مركا سيف عن صحور برئة رياض قاتشون والصلاة وحدون يا أولا منه تاقنا دو دو يتنم أنت أي مركا لي وحوقه في عند أسكع أو مركا عبادي ستي والأعمال الشاقة أعمال شاقه سفر بو قرية يعني مدد لا يوسع عنيا أما شقاء ذاك بو قرية مرخاينو دا وحوغي عروش أو يرتيريو إياه تسوى لغا مرمانو فلو ذلك كاس مركاس واو لا يحيو دا مرها دي قرد كاية وشد داسي أي شيرتو واتينو سومرين دا زوتك وحيالها مباحات كاهي هدين نيوانا اكسن لو لي مادو إني مركا عبادة نقول إيسو وخص ما يباح بسواء الفعل والترك على سواي لكن إذا نوى بأكل القوى لطاعة الله له ما قد نوى وتن سمرين الفصل السادس فصل كل لحد في بداية الصبغ من وشد عشر وقدره يقدر كيسي وترتيبه يسيد لو كان ترتيبنا أي أيو فصل يهي فصل قوح نوقع الله يا صدح الرمض في بداية الصبغ سبق واحد من لي واكون نغنغشدا ييس ويدارشدا يعني علمدا ليس ويدارين لو نغنغون يا لخدي منهم سي واخ لوغا قاتا اما يعني دروس لوغا دغيسو مركا هو بدا في بدايه السبق وعشر ك يدرس كبلابشديسي وقدره يا قدر كي يا انت لكيسين يا عشر ك عشر قال قادريس انت لكيسينيسا وترتيبه sidii aad markaa wixii aad dhiganaysay aad u kala tartiibinaysay sidii aad u soo akhrisanaysay aad ugu celcelmaysay aad u raacanaysay ayuu ayadana inooga hadlayaa kaana ustaaduna sheekh wuxuu yidhi wuxuu ustaadkeygii sheekhul islaam burhaanuddiin raximahullaahu tacaala yuuqifu mid joojiya bidaayata sabaqi casharka bilowgiisa ilaa yowmi alarbicaa ilaa maalinta arbicada ayuu ku joojin jirayo maalinta arbacada ayuu markaa bilaabidiisa uu ku joojin jiray wa kaana wuxuu yarwii fii daalika xadiidan xadiid ayaanu warin jiro wayastadilu bihi waana u daliishan jiro wayaquulu waxa odhan jiray qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min shayin wax ma jiraan budiica bihi la bilaabo yowmal arbicaai maalinta arbicada ilaa hadduu jiro waqad tama waa dhammaystiraanaayo waa taam noqdaa wa haakadaa sidaas ayuu kaana yafcalu abii aabbahayna samayn jiray raximahu llahu tacaala allahu naxariiste halkaa qalad baa jira waa idin arki doontaan waan ku soo noqon doonaa wa kaana yarwi hada alxadiid waxaanu ka warin jiray can ustaadihi alsheekh alimaam alajali qiwaamuddiin axmed binu cabdirashiid raximahu llahu tacaala ayuu ka warin jiray wa samictu waxaan ka maqlay buu miman ahiqu bihi yani miman mid kamida ahiqu bihi dadii aan ku kalsoonaa cid kamida waxaan ka maqlay anna sheekh yuusuf alhamadaani
رحمه الله كان الحمداني رحمه الله كان يوقفه من جوجيا كل عمر عمل خسا ومن أعمال الخير أعماش خير كخمدة على يوم الأربعاء مارنت أربعاء أيوك جوجين شري وهذا كاسن وحوية لأن يوم الأربعاء مارنت أربعاء يوم مارن وهي خلق فيه النور نور لأبوري وهو يوم نحس ومارن نحوس كوا في حق الكفار قال هذا حق إذا نحوس بكياي فيكون مباركا مثل بركيه للمؤمنين مؤمنين تؤن قريا درس غيب سرالك ينوجه والله أعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.